نعم أنا معك. هناك شق إنساني كما تفضلت حضرتك، ولكن نعم. هناك أمر يتعلق بمستقبل تونس. اليوم من يتحمل مسؤولية رهن مصير البلاد بصحة الرئيس؟ ولا ندري حقيقة صحته حقيقة. ما هو المطلوب نعم. الآن؟ ما هو المطلوب الآن كي نضمن أن لا تقع تونس في فراغ دستوري أو في معضلة دستورية؟ يعني الأمر يتعلق أولا كما تمت الإشارة إلى ذلك منذ قليل بمسألة إنسانية، ولكن دائما يقع الحديث عن الفراغ الدستوري. الفراغ لن يقع أبدا، يعني الدولة لابد أن تستمر حتى وأن كانت الحلول القانونية المقدمة والمقترحة قابلة للنقاش. المشكل اليوم هو مشكل سياسي، إذا كان رئيس الجمهورية طريح الفراش فبالفعل أيضا تونس كلها طريحة الفراش مريضة بسياساتها. خلينا نسأل دكتور قيس لو سمحت لي سؤالا مباشرا. الآن يقال بحسب بيان الرئاسة أن الرئيس اتصل بوزير الدفاع، ما هو القرار الذي يمكن أو ينبغي أو يجب على الرئيس أن يتخذه بما أنه تحسنت صحته الحمد لله؟ ما هو القرار الذي يجب أن يتخذه من أجل ضمان سير البلاد إلى بر الأمان بوجوده أو برحيله إن رحل وكلنا راحلون؟ كلنا راحلون بطبيعة الحال، لكن نتمنى له بالمناسبة الشفاء، ولكن ليس هناك قرار معين، هناك من ينتظر صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية. يعني ما قلته منذ قليل ربما رئيس الجمهورية قادر على إصدار أمرا بالتفويض، ولكنه لا يريد أن يفعل ذلك لأن سلطاته المخولة بالدستور ستعود إلى رئيس الحكومة باستثناء ما تم استثناؤه في نص الدستور من اللجوء إلى تعديل الدستور وإلى الاستفتاء وإلى حل المجلس النيابي. ربما يعني ليس هناك قرار باستثناء الأمر الذي سيدعو الناخبين للانتخابات، ولكن يبقى كل هذا بطبيعة الحال رهين الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها تونس. من المؤسف حقا في بلادنا العربية على وجه العموم أن يتم دائما الحديث عن الشهور وكأن الأمر يتعلق برئيس تقوم عليه الدولة. نعم هو يتولى الدولة، ولكن كم من دولة عرفت هذه المسائل؟ أذكر في سنة 84 وتسعمائة وألف الرئيس لحبيب بورقيبة دخل مستشفى في تونس، مستشفى الرابطة بقسم أمراض القلب، وباشر مهامه من قسم أمراض القلب. أذكر وضيفه كان جزائري وأحييه بالمناسبة كيف التقى يومئذ بالرئيس الشادي بن جديد الذي عاده وهو بالمستشفى. يعني يمكن أن يمارس صلاحياته من المستشفى، المهم أن يكون قادرا على ممارسة صلاحياته، ولكن القضية أعمق. طيب يا دكتور، لماذا لا يصار إلى تشكيل محكمة دستورية بأقرب وقت؟ لأن كل طرف في المجلس وكل طرف سياسي يريد أن يكون له فيها نصيب. فهل ستكون محكمة بالفعل محكمة محايدة أم ستكون في الواقع صورة مصغرة للقوى السياسية التي ستتدخل لاختيار أعضائها؟ كم من مرة طرحت مسألة اختيار الأربعة أعضاء من قبل المجلس النيابي ولم يقع الاتفاق، لأن كل طرف يريد أن يختار المحكمة الدستورية. يا دكتور ينبغي أن تكون مستقلة، هل هي محكمة أحزاب ومحاصصة؟ للأسف صارت لأن من يتولى الاختيار؟ المجلس النيابي، ثم بعد ذلك المجلس الأعلى للقضاء، وفي الأخير يتدخل رئيس الجمهورية ليختار الأربعة أعضاء الآخرين تتكون من 12 عضوا، وكل طرف يريد أن يسيطر عليها. والمحكمة الدستورية ليست بشيء هين، لأنها ستؤول أحكام الدستور، ستشارك حتى في العمل التأسيسي، ستؤول التشريع، وتعلمون الصراعات القائمة وفي الواقع بين الأحزاب والكتل، وهي صراعات بعيدة كل البعد. يعني تشكيل المحكمة الدستورية دكتور قيس يحتاج إلى توافق جميع الأطراف في السلطة، وهذا أمر لن يكون.
للأسف لم يعني كم من مرة لا أعرف كم من مرة اجتمع وقيل أنهم توافقوا ولكن لم تحصل الأغلبية المطلوبة بالنسبة إلى الأربعة الأعضاء الأول، لأن المجلس النيابي عليه أن يختار أولا ثم يتدخل المجلس الأعلى للقضاء ثم أسره رئيس الجمهورية. اليوم هؤلاء خارج التاريخ عموما، يعني اليوم يتعاملون مع الأوضاع ومع المؤسسات السياسية حتى يرتبوا الأوضاع لأنفسهم. طيب جميل دكتور قيس، اسمح لي ربما أختم معك بما سمح به لنا الوقت. حضرتك كمرشح رئاسي تونسي والانتخابات مفترض أن تكون في نوفمبر القادم، هل لديك رؤية لمخرج ما في ظل عرقلة أو في ظل عدم التوافق على تشكيل محكمة دستورية؟ لي تصور كامل للأمر لا يتعلق بالمحكمة الدستورية وحدها، أنا مستقل لا أنتمي لأي جهة كانت، وهذا ما أعلنته في مناسبات متعددة. نحن دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة، وأنا أستغل حضور ضيفك الجزائري. كيف خرج الشعب الجزائري؟ خرج كل الأطر التقليدية، خرج بشعارات جديدة، خرج بمطالب واضحة، ولا يريد أن تستأثر أي جهة سياسية بمطالبه في الحرية والكرامة، وهذا ما حصل في تونس. يعني التونسيون خرجوا بدون أي قيادات. دكتور، هل يمكن تعيين نائب للرئيس؟ لا، ليس من الممكن. يعني في صورة الشهور كما قلت رئيس الحكومة هو الذي يتولى سد الشهور المؤقت، ولكن في صورة الشهور النهائي رئيس المجلس النيابي هو الذي يتولى مهام رئاسة الجمهورية لمدة تتجاوز 90 يوما. هل تخشى من تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ كل شيء وارد للأسف، يعني كل شيء وارد. لا أخشى من الانتخابات، ليست هدفا في ذاتها، لم يفهموا أن التاريخ تغير. الانتخابات يجب أن تكون معبرة تعبيرا صادقا كاملا أمينا عن إرادة الشعب. اليوم تلاحظون العزوف في الانتخابات الماضية، ولكن الشباب التونسي بادر هذه المدة بالترسين حتى يضع حدا لمثل هذا الوضع السياسي الذي يتفاقم يوما بعد يوم. تونس تتوفر على كل الإمكانيات وكل الطاقات، خاصة البشرية التي تمكنها من أن تكون في وضع أفضل بعشرات المرات من الوضع الذي تردد فيه. التاريخ يسير إلى الأمام، ولكن الكثيرون يريدون العودة. جميل دكتور، كمرشح رئاسي إذا أردت أن توجه مناشدة لطرف ما كي يكون صمام أمان هذه المرحلة، ماذا تقول؟ بالنسبة أتوجه إلى الشعب التونسي حتى يكون يقظا من كل المؤامرات والمناورات التي يمكن أن تحاك. يعني لابد من الانتباه إلى من يريدون البقاء في السلطة أو الوصول إليها بأي ثمن.